لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرحبا بكم في مستهل هذه النشرة، نطلعكم مشاهدينا على الحصيلة الجديدة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في بلادنا. 735 حالة، منها 47 وفاة و49 حالة شفاء. أما عدد الحالات المستبعدة فبلغ 2983. هذا وتظل جهة الدار البيضاء ستات في صدارة القائمة ب 217 حالة إصابة مؤكدة، تليها في الترتيب جهة مراكش أسفي ب 130 حالة، ثم جهة فاس مكناس ب 117 حالة، والرباط سلا القنيطرة 116 حالة. وبصيص أمل ظهر في آخر نفق كل هذه الأخبار السيئة عن فيروس كورونا، بعثه لنا من أكادير 4 مصابين تمثلوا لشفاء وغادروا المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بعد قضائهم لفترة العزل الطبي بمصلحة كوفيد-19، ويتعلق الأمر بمغربي وثلاثة فرنسيين. حسين الزيق ورشيد لطفي. إنه مشهد يعيد الأمل للقلوب أمام دوامة مستجدات كورونا. 4 حالات تماثلت للشفاء بأكادير وتغادر المشفى، وكلها امتنان للعمل الجبار للأطقم الطبية والتمريضية. كنشكر بزاف هاد الناس هادو معنا، شتيهم هاد الناس هادو، والله العظيم والله عمرهم الدار. الناس زعما فريمون كاين الكوراج، كاين بزاف د الحوايج الحمد لله وقفوا معنا مزيان، الله يعطيهم الخير، الله يكبر بهم، الله يخليكم صحتكم، الله يجيكم هاد الوباء. المغاربه الله يرحم والديكم، التزموا ديوركم، الله هذا فتاك، الله يرحم والديكم، التزموا ديوركم وحاولوا تشوفوا مع السلطات وتبعوا اللي كيديركم، الله يعطيكم الخير. ميرسي ا تو لو كور سوانيان pour leur patience, leur courage. اشكر جزيل الشكر الاطر الطبيه والتمريضيه للعنايه التي احاطونا بها، شكرا لهم، بفضلهم نحن هنا اليوم، انهم اناس رائعون. merci les médecins, les infirmiers, la femme de ménage qui était adorable. merci vous étiez très gentil. c'est trop bien qu'on puisse sortir. rentrer chez nous. On était très bien, on s'est bien occupé de nous. لقد اعتنوا بنا العناية اللازمة، متأسفة لفقدان زوجي لكنها مشيئة الله، شكرا لكم مرة أخرى. C'était la volonté de Dieu. Voilà, merci. فيرونيك فقدت زوجها الذي دخل المستشفى في حالة حرجة، فيما تعافى ثلاثة فرنسيين ومغربي هو الحسين، والذي غادر مصلحة كوفيد-19 ورغبته أن يتطوع كمساعد داخل هذا المستشفى. أنا مستعد نتطوع مع الطاقم الطبي هذا وأي حاجة بغاها، أنا متطوع ياك باش نعاون هاد الناس هادو، نعاون المغاربة ديالنا، نعاون الناس تاع أكادير، أنا متطوع. اللي دائما تنأكد وتنوه بالمجهودات التي تقوم بها جميع الأطر الصحية وجميع الأطر الإدارية وبالخصوص الأطر الصحية والصحية التي تعمل في هذه المصلحة ديال الاستشفائية ديال الحالات المؤكدة. هنية علينا وفرحة علينا بأن الناس تشافوا، وإن شاء الله الشفاء العاجل لجميع الحالات. في زحمة أخبار كورونا ووطأتها الشديدة مع ارتفاع أعداد المصابين والضحايا بالمغرب وعبر العالم، تأتي الأخبار السارة لتعافي المصابين، ومن بينهم 4 حالات هنا بمدينة أكادير، تأتي كفجوة أمل تستوجب منا الالتزام والصبر بل والنفس الطويل للقضاء على جائحة كورونا. وبعد الإعلان عن أول إصابة في أحد دواوير بإقليم زاغورا، وضع هذا الدوار وخمسة آخرون تحت الحجر الصحي حتى تأكد من إصابة أو سلامة العائلات والمخالطين من الفيروس. اليوم 3 إصابات مؤكدة بجائحة كورونا وزيارة طبية يومية للحالة المشكوك فيها، كما سنتابع في هذا الروبورتاج من نواحي أكدس لنزهب عزيزي والحسن بالعالم. سدان أمنيان يفصلان حوالي 2500 شخص من ساكنة العالم القروي عن المحيط الخارجي لمدة 14 يوما، إجراءات احترازية اتخذتها الجهات المختصة مخافة انتقال عدوى فيروس كوفيد-19. السلع الاستهلاكية الأساسية تصل إلى هذه الدواوير بتنسيق مع السلطات المحلية.
هنا تتوقف الحركة، الدخول أو الخروج ممنوع. هي 6 دواوير بجامعة أفلاندرا بإقليم زاغورا تحت الحجر الصحي منذ الإعلان عن إصابة حالة واحدة بفيروس كورونا المستجد. خلال هذه الفترة تم الكشف عن إصابتين جديدتين، ليصبح عدد الحالات المؤكدة بإقليم زاغورا 3 إصابات. الحالات 3، واحدة نقلت نحو الراشدية والأخريان تخضعان للعلاج بزاغورا. أما المخالطون من العائلة والجيران فزيارة يومية لهم تتم من طرف الطاقم الطبي المسؤول في دائرة أكدس. الحمد لله لحد الساعة باقي ما بانتش أعراض، ما كاينش أعراض ديال السخانة ديال الحرارة، ما كاينش أعراض ديال ضيق التنفس، ما كاينش أعراض ديال التهاب ديال الجهاز التنفسي بتاتا. المدة ديال الحجر إن شاء الله ما بقالاش بزاف وتسالي، بقى أسبوع بالنسبة للدوار الأول وبقى واحد 10 أيام بالنسبة للدوار الثاني. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم خير، وندعو لكاع الناس صراحه باش يلتزموا قواعد السلامه الصحيه، لان صراحه هي الحاجه اللي عاونتنا باش ان هذا الوباء هذا ما يزيدش ينتشر بشكل كبير. ولمزيد من الوقايه للحد من انتشار جائحه كورونا باقليم زاغورا، حملات التطهير والتعقيم تتواصل، كما تستمر الدعوه الى تبني السلوكات المواطنه باحترام حاله الطوارئ الصحيه. إلى إقليم الحسيمة، وفي إطار التعبئة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، تم تزويد مستشفى القرب بإمزور بتجهيزات ومعدات طبية حديثة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة الطبية لتصل بذلك الطاقة الإيوائية إلى أزيد من 50 سريرا. بهذا المستشفى الذي يستقبل كل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس على مستوى الإقليم. فؤاد عزوزي ومحمد حشو. فيروس كورونا كوفيد-19 وباء فرض تقوية وتعزيز البنية الصحية بإقليم الحسيمة. تجهيزات ومعدات طبية حديثة توصل بها مستشفى القرب بإمزور، همت بالخصوص قسم العناية المركزة الذي تعزز بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما ارتفعت أيضا القدرة الاستيعابية للمستشفى من حيث عدد الأسرة. فيما يخص قسم الإنعاش، نتوفر حاليا على 10 غرف، كل غرفة مجهزة بسرير خاص وبأجهزة حديثة خاصة بإنعاش المريض في حالة ما تدهورت الحالة دياله. وتوصلنا اليوم ب 23 سرير لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهذا المركز، لمركز الإنعاش ولمركز الاستيعاب ولمركز العزل. حالة مؤكدة وحيدة توجد الآن في الحجر الصحي بمستشفى القرب بإمزور، وهي لشيخ في 80 من عمره. حاولنا الإطمئنان على وضعيته الصحية عبر الهاتف، لكن الجواب كان من الطاقم الطبي الذي أكد استقرار حالته الصحية. الحالة الإيجابية اللي عندنا هنايا في مستشفى قرب إمزورن راه الحمد لله الأمور غادية مزيانة، والحالة الصحية ديالو تتحسن شيئا فشيئا. رغم هذا تنحب نوجه واحد الميساج للساكنة باش نقول لهم الله يجازيكم بخير، التزموا بالحجر الصحي باش تحدوا من انتقال وانتشار هذا الوباء، باش إن شاء الله نخرجوا من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة. مع وباء كورونا ارتفع عدد الأسرة الطبية المجهزة بمستشفى إمزور ليصل إلى 50 سريرا، من بينها 20 سريرا مخصصا لوحدة العزل، وذلك على الرغم من الوضعية الوبائية المستقرة بإقليم الحسيمة بتسجيل حالة واحدة مؤكدة، إلا أن الاستعداد والتحضير الاستباقي للأسوأ بات ضرورة اليوم لتفادي كل المفاجآت التي قد يحملها وباء